نحن الآن متواجدون على طريق الكاستيلو، طريق الموت، شريان حلب الوحيد، هكذا يسميه الحلبيون، حيث أن النظام ما زال يحاول جاهدا ومدعوما بالقوات والميليشيات الطائفية المساندة له وسلاح الجو الروسي حصار وخنق مدينة حلب وخنق ما يزيد عن 400 ألف مدني في هذه المدينة. قوات نظام روجت في الساعات الماضية بأنها قد تمكنت فعلا من أخذ هذا الطريق وقد تمكنت فعلا من حصار مدينة حلب وإطباق حصارها عليها. لمزيد من التفاصيل ولكي يضعنا بصورة معنا أبو بشير معارة، قائد عمليات حلب، القائد العسكري لعمليات حلب، ليطلعنا عن آخر التطورات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن متواجدين على طريق كاستيلو الذي ادعى النظام الغاشم، النظام الكاذب، عن السيطرة عليه صباح اليوم، الذي جرى اليوم في الصباح الساعة 11 صباحا قام النظام الغاشم بالوصول إلى نقاط الرباط على طريق الملاح في سيارات المدنيين التي تم أسرهم. المدنيين المارة بعد ما أسر المدنيين على الطريق استخدم سياراتهم ووصل فيها لنقاط الرباط الموجودة على طريق الملاح وليس طريق الكاستيلو. وبفضل الله تعالى قام الأخوة المقاتلين الأبطال، الأخوة المرابطين، بهجوم معاكس وبتمهيد كثيف، وتم بفضل الله تعالى السيطرة على عدة نقاط، استعادة أغلب النقاط بفضل الله تعالى. الطريق مقطوع بشكل كامل نيرانياً بسبب الاشتباكات، بسبب القصف من الطيران الحربي الروسي الغاشم والمروحي. نطمئن أهلنا داخل مدينة حلب، إن شاء الله تعالى الوضع جيد، وإن شاء الله تعالى ستسمعون أخبار تسركم إن شاء الله. ادعوا لنا واستعينوا بالله، والسلام عليكم.